كلمنا بقى عن الأغنية النهاردة وعن إزاي جت فكرتها والانطلاقة. الفكرة طبعا عرضت علي والحمد لله قمت بمخاطبة أحد الفنانين بتلحينها، فنان عادل عبد الله الله يمسيه بالخير، والحمد لله يعني حاولنا أن نطلع بشيء يبيض الوجه وتؤدى الرسالة بالوجه الصحيح. حضرتك عايز تقول إيه للشعب العربي من خلال الأغنية؟ أقول الشعب العربي كثر ألف خيركم، وأنا أشكركم على التلاحم وعلى الترابط، والله يديم الأمن والأمان بيننا. سمعنا أن حضرتك عامل ألبوم مصري جديد. أي إن شاء الله. حقيقي مش ألبوم، سنجلاية. طب مين اللي متعود مع حضرتك فيها؟ الشاعر ناصر الجيل، هو هناك كان يطالع فيه وأنا بغني الأغنية حقته. والله طب ممكن بس سمعنا حتة صغيرة. لو هو ده ردك حرق عليه تعدت حدك، وانا لا حقول فطولك ولا عرضك ولا ارجع لله يخليك. لو ما انتش بايه عايلك لإنسان هاي اصلا عارفك حد هواي، وكمان فهمك قوي وقريك مش بمزاجك ولا بشروطك. لو حرق عليك ليا شروط اسكت بقى ما تعليش صوتك ولا انظم خدهم بالصوت. لو هو ده لا بنرحب بحضرتك جدا، ان شاء الله تكسر الدنيا ونورتنا. استاذ مجدي ابو عميره اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ كل. النهارده حضرتك موجود في انطلاق اغنيه للفنان السعودي احمد السعيد، حضرتك كلمنا عن حضورك النهارده. والله انا حاسس بحاجه جميله ان يتعمل، اولا حدث عاصفه الحزم، حدث لم كل الدول العربيه على هدف واحد، دي حاجه رائعه وانا بحبها. في ذات الوقت ان تعمل اغنيه وتهدى لكل الدول اللي شاركت في عاصفه الحزم، وفي ذات الوقت تتغنى في مصر، برضو دي حاجه احيي القائمين عليها واحيي سواء كان المطرب او الملحن او مؤلف الاغنيه. ايه الرساله اللي حضرتك ممكن توجهها من خلال الاغنيه او للشعب العربي؟ اقول ان زي ما عاصفه الحزم لمت الدول العربيه حوالين هدف واحد، اتمنى ان نبعد عن الفرقه العربيه ونجتمع كلنا كعرب في مواجهه هذا الخطر القادم من الغرب اللي بيهدد مصريتنا وبيهدد عروبتنا. انطلاق اغنيه الفنان احمد السعيد السعودي، كلمينا عن الاغنيه النهارده. أهمية أحمد السعيد هو إنه فكر يعمل أغنية لحاجة كلنا فاجأتنا وفرحتنا وكبرت قلبنا. كان من زمان لازم يحصل ده، وزي ما دلوقتي حصل من أجل اليمن أتمنى يا رب يحصل من أجل لبنان، عشان ما ينفعش يفضل في لبنان ما فيش رئيس جمهورية. ويعني أقل حاجة بعملها كفنانة هي أني أدعم شخص زي أحمد السعيد بأنه عمل أغنية، وأتمنى يا رب الوطن العربي يتكاتف دايما ونوقف مع بعض ونساند بعض، لأنه الهجمة السودة قادمة وقوية. أستاذ ناصر برحب بحضرتك في جورنال مصر. أهلا وسهلا بيكي. حضرتك ممكن تكلمنا النهارده عن مشاركتك في الاغنيه؟ احمد سعيد مطرب من المطربين الواعده جدا واللي هيكون لها مستقبل كبير ان شاء الله في الفتره اللي جايه، وصوت جميل جدا وخامه مختلفه عن الاصوات اللي موجوده، وانا بتوقع له ان شاء الله بمستقبل حلو قوي. على المؤتمر واشكر الفنانه مادلين للحضور، واشكر كل من ساهم معنا في انجاح هذا المؤتمر. شكرا لكم.